هل بلغت الاعتداءات الجنسية على الأطفال مبلغ الظاهرة في المغرب؟ مع خروج عدد من الوقائع بشكل مدون إلى العلن، آخرها شريط فيديو يوثق لضبط الجاني قبل أسابيع متلبسا باغتصاب طفل دون العاشرة. كيف نفسر بونا شاسعا بين الأحكام الصادرة في حق مغتصبي الأطفال والمتراوحة بين 20 و30 عاما وقد تبرأ ساحة المتهم لعدم كفاية الأدلة؟ ماذا عن دعوات أطلقها نشطاء حقوقيون من أجل سن قانون لإخصاء مغتصبي الأطفال؟ ثم هل البيدوفيليا انحراف جنسي قابل للعلاج؟ وما السبيل لتجاوز الآثار السيكولوجية والاجتماعية للحدث على الطفل وأسرته؟ البيدوفيليا موضوع العدد المقبل من برنامج بدون حرج.